خلينا متفقين على كونسبت اساسي جدا، انه بالنسبه لنا خلاص احنا اتكلمنا عن الكونسبت بتاع المتطوعين، اتكلمنا عن الكونسبت البلان نفسها، اتكلمنا عن الفيجن عشان تكون واضحه جدا، اتكلمنا عن ازاي نقدر نتحرك من خلالها، نحط بلان واضحه جدا بديد لاينز اساسيه بحاجات مرحليه اقدر اتحرك فيها، ازاي احط جولز باهداف واضحه، كل ده بين قوسين نقدر نسميه عوامل اساسيه للنجاح. فاحنا نقدر نلخصها بشكل سريع قبل ما نبدا، فانا عاوزكم كده تكونوا معايا ان شاء الله بعد 5 دقائق او بعد دقيقتين من دلوقتي، مش 5 دقائق، هنرجع لجروبات الواتساب بتاعتنا بتاعت الفرقه بتاعتنا، هندي تاسك صغير هنتناقش فيه، وعاوز كل فريق منكم هيعملها. بس قبل كده تخيلوها نقول ان عوامل النجاح بتاعت الفريق التطوعي نقدر نلخصها بشكل سريع فين؟ الشكل الاول او الحاجه النقطه الاولى زي ما احنا بدينا نتكلم، عشان نجاح فريق تطوعي فاحنا لازم الفيجن مش هنكون واضحين بالنسبه لنا، لازم يكون عندنا متطوعين موزعين عليهم التاسكات بشكل اساسي، ويكون عندنا عامل زمني بشكل متقارب ان احنا نقدر نظبطه بحيث ان التاسكات بتاعتي تبقى قابله للتنفيذ خلال الفتره الزمنيه المعينه دي. طيب التاسك الاساسي بتاعنا بقى، نرجع دلوقتي لجروبات الواتساب بتاع كل فريق بالنسبه لنا، عرفنا تصور بشكل اساسي، عاوزين نعرف ايه هو النموذج المثالي لاداره اي فريق تطوعي دلوقتي، ازاي هدير فريق تطوعي بناء على اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. تمام، اللي كان بيسال عوامل نجاح الفريق التطوعي، لان واضحه اساسيه، تمام، فيجن وميشن الناس كلها عارفاها، الممبر قبل الليدر يكون عارفها ووصل لها جدا، يكون الجولز قبل ان هي تتحقق بشكل سمول، الوظيفه المناسبه لكل الشخص المناسب، ويكون عندنا عامل زمني واضح لتطبيق او يعني قابل ان احنا نقدر نطبق فيه البلان بتاعتنا. ده بالنسبه بشكل بسيط كده عوامل رئيسيه. احنا دلوقتي بنتكلم ايه هو النموذج المثالي للاداره، بمعنى هبدا فريق، انا محتاج ان يكون عندي عناصر ايه اساسيه تبقى واضحه في ايدي موجوده قبل ما ابدا عشان اقدر اتحرك. واضح كده؟ يا دكتور لو سمحت ممكن حضرتك تقول لي التاسك تاني عشان الصوت كان فاصل عندي. بقول ان احنا محتاجين النموذج المثالي للاداره، انا النهارده هبدا فريق تطوعي من الصفر، انا محتاج يكون ايه في ايدي او ايه الحاجات اللي متاحه عندي النهارده قبل ما ابدا تكون جاهزه عشان اقدر اتحرك بيها. في نقاط اساسيه كده، نقاط فرع. تمام، أنا سحر علي تبع فريق مبادرون. أولا علشان يكون عندي نموذج مثالي للإدارة، أولا لازم يكون زي ما اتفقنا إن الهدف بتاعنا يكون واضح، عندنا هيكل إداري تنظيمي قوي علشان أقدر أتعامل بيه أو أقدر أنزل السوق بيه. ثالثا تسويق للهدف دوت كإدارة بقى، كنوع من الإدارة أو كالنموذج بتاعنا للتعامل، احنا بنبدا يكون في دايما ان احنا نكون اكتف دايما، كل واحد بيكون في مشاركه، بيكون في نقاشات، ميتنج، تدريبات للهيكل دوت على الاداره، سواء هم هياخدوها او هيدوها للممبرز بتوعهم. اعتقد ده اللي في دماغي دلوقتي او ده اللي احنا اتفقنا عليه عموما. ايوه كده، كنت سامع تحديدا مشاركاتكم على فكره انا بسجلها قدام، فشكرا جدا يا صاحب، شكرا لفريق مبادرون، هو فعلا مبادرون هو الاول ما شاء الله، شكرا يا صاحب. احمد عرفنا بنفسك وفريق ايه؟ احمد حاتم، فريق الرواد. فريق الرواد، اهلا يا احمد، اتفضل. لازم لما نعمل عمل يعني كده يكون في تيم اول حاجه، وفي خطه نمشي عليها، يكون في قائد، يكون لينا هدف، وفي ديدلاين للتاسكات اللي بنعملها، وان انا اقدر انظم الفكره الحاجه بتاعتي او الحاجه اللي انا بعملها بحيث تخدم يعني توصل لاقصى استفاده للعميل اللي انا بقدم له الخدمه دي. حلو جدا، شكرا يا احمد، شكرا يا رواد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سجا، بحكي عن فريق المبدعين إن شاء الله. يعني بداية عشان يكون النموذج مثالي للإدارة، أول شيء لازم يكون في عندنا ثقة متبادلة بين الأعضاء والقائد والأعضاء نفسهم بينهم من بعض، ولازم القائد يعرف دوره أصلا كويس، ولازم يستفيد من معارف الآخرين، ونحدد أدوار كل فرد من الفرق بحيث إنه نوصل لأكبر استفادة،
نتقبل النقد البناء والتغذية الراجعة. هي الأجوبة. إحنا ضفنا حتة كويسة جدا، توزيع الأدوار بشكل كويس، فده بناء على الكفاءات يعني. تعاش مثالي مبدعين، شكرا يا سجد. معنا لحد 45. ايوه، في حد فتح الملك؟ حد فتح الملك؟ احنا معانا لحد 45 بالضبط. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا منال. فريق غراس ان شاء الله. تمام، اهلا بفريق غراس. اول حاجه هعملها الاعداد او المحتوى اللي هقدمه، وهحط الفيجن والميجن والأوبجكتيف والجول بتاعتي. بعدين هحدد الفئة المستهدفة، بعدين هحط بلان زمنية، بعدين هبتدي أنفذ. جميل، جميل جدا. الإضافة بتاعتكم هنا هي نقطة المحتوى، إن أنا براجعه من الأول جدا. عاش عاش ما شاء الله، عاش فريق دراس، حلو أوي. آخر مشاركة، شكرا يا منال. أيوة، السلام عليكم. أنا عمار محمد من تيم الأثر. عشان نحن نحدد يعني إدارة كويسة لأي تيم، فلازم يكون على بناء على معايير. المعايير دي من ضمنها نحن نحدد أهداف واضحة لينا، عندنا ميشن واضحة، عندنا قبل ما نحدد كمان بعد ما نحدد الفيجن والميشن بنختار تيم هاي بورد قوي، عنده خبرة كويسة، وعنده كمان مهارات قيادة عالية، لان يعني ده هيساهم بشكل كبير في نجاح اي تيم او اي ستودنت اكتيفيتي عموما. وبعدين يعني لما نيجي نختار التيم كمان اللي معانا بعد الممبرز وكده، يعني بشوف ان اهم حاجه لازم تكون موجوده ان يكون عندهم حماس ورغبه جديده في ان هم يدخلوا ويستمروا، لان في ناس بتدخل في الاول وبعدين ما بتكملش، فالتيم بعد كده بيبدا يقل قوته واحده واحده، ما بيبقاش بنفس القوه على مدار السيزون كله. جميل، جميل جدا. ده اول حد يركز على الافراد. احنا عايزين نغير الكونسبت ده دلوقتي، يعني احنا نغير الكونسبت بتاعنا انه يتحول للافراد. فعاش جدا يا عمار، عاش فريق الاثر ما شاء الله. يعني انا طبعا يعني انا مقدر جدا لكل المشاركات اللي موجوده معانا، هنشارك مره تانية لسه مرات جايه في الاول. بس شكرا لفريق مبادرون رواد المبدعين غراس الاثر، عاش عاش جدا جدا جدا. احنا عايز اقول لكم احنا لسه طبعا اكيد. روان شاركت على الشات علشان الصوت عندها قطع خالص. تمام، احنا ممكن روان فريق الفرسان. تمام، حلو قوي. الاول احنا لازم نحدد، احنا محتاجين نحدد ايه الرؤيه والهدف للتيم في الاول. حلو، نختار القائد. ايوه، الله يرضى عنكم فريق الفرسان، انا مستني الكلمه دي من الصبح اصلا. نختار القائد ونوزع الادوار، فكره الليدرشيب على كل شخص حسب قدرته وخبراته. يبقى احنا كده ثواني، روان الفرسان، جميل جدا، القائد. يبقى كده انا تقريبا خدنا كل الحاجات الاساسيه بالنسبه لنا كله. فاحنا نجيب من الاول ان يكون عندنا رؤيه واضحه، ده كل الناس قالته، اهداف محدده جدا من ضمن البلان بتاعتنا، هيكون عندنا هيكله كامله للفريق ان انا اقدر اوزع الادوار في اطار زمني محدد، يكون عندي بقى قائد اصلا يعرف يمايسترو كل الكلام ده، وفي نفس الوقت بالنسبه لنا يكون عندنا لائحه اساسيه داخليه لتنظيم فريق العمل. هنتكلم عن اللائحه ونتكلم عن الكلام ده كله، اللوائح الداخليه ان شاء الله. تمام كده، احنا يعتبر خلصنا الجزء الثاني من السيشن بتاعنا، وهي هيكله الفريق. نفكر بنقطه كده، هي نقطه تكون بديهيه شويه، بس تعالوا نبص لها بشكل اساسي. النشاط الطلابي اصلا اساسه انشطه، في نشاط في انشطه طلابيه، ما فيش نشاط بالنسبه لنا الدنيا بخ. انا كنشاط ما قدمتش انشطه للناس سواء داخليه او خارجيه، انا وجودي ملوش اي تأثير لازمه، مجرد ان انا واقف وبعمل ريكروتمنت، بعمل مش عارف ايه، نشاط تطوعي عموما او نشاط طلابي، لازم ان انا اقدم انشطه سواء ليا او لغيري. فلازم يكون عندي مبدا الاستمراريه هو الاساس ان شاء الله. ندخل بقى الحاجات شويه ممتعه جدا جدا، وهي صناعه القرار، مرحله المايسترو ديسيجن ميك. احنا هنا دلوقتي في السيشن دي بنعد شخص بيبقى في الديسيجن ميك، مش مجرد انه بياخد الاوردر وينفذ، لا، احنا نتعلم اصلا ازاي نصنع القرار بشكل فعال عشان نقدر نوصله لكل الناس، ويقدر يتحقق بشكل كويس جدا وشكل ممتاز
ما يبقاش في اي ديفكتس واقدر الاقيه في الاخر متنفس. وصل النقطه. نسال سؤال مهم، سؤال بديهي جدا جدا جدا، احنا ناخد القرارات ليه؟ لماذا ناخذ القرارات اصلا؟ عرف بنفسك. والله الحمد لله. محمد دريس فريق امتداد. جميل جدا، انا جامد. اتفضل. يعني actually اي حاجه بتتعلمها في الدنيا من غير action، والاكشن هنا بيمثل القرار او الديسيجن، يبقى ملهاش لازمه في حياتك، انت ما عملتش بيها اي حاجه. فهو ده يعني المختصر من النهايه. يعني حلو حلو، انا بحب الحاجات المختصره بس يعني تمام. شكرا يا محمد. شروق كانت رفعت ايديها او فتحت المايك. احنا بناخد قرار عشان اول حاجه لازم يكون في حد موجود ياخد القرار، انه لو استنينا ان كل واحد فينا هيعمل الحاجه مش هتتعمل، فلازم حد ياخد الخطوه او ياخد الريسك عشان الحاجه اللي احنا عايزينها تتنفذ. هل تمام عشان ياخد الريسك؟ شكرا يا شروق. اخر اجابه لسحر. اعتقد بناخد القرار علشان ناخد الخطوه اصلا لتحقيق الهدف اللي احنا حاطينه واللي احنا عاملين عشان ده كله. حلو قوي. انتوا كم يعني احنا بنتكلم من منظور وكونسبت واسع. حلو جميل، وانا مبسوط بحاجه زي كده. فشكرا شكرا شكرا يا صح. احنا بنتكلم عشان اوصل لهدف معين، حل الموقف بشكل صحيح، احقق هدف مطلوب بشكل تطوعي، ان انا باخد القرار عشان يا اما يكون عندي مشكله فانا باخد القرار عشان احلها، يا اما يكون عندي كذا بديل، وانا كليدر او انا كشخص بديل المتطوعين دول انا محتاج ان انا احسب الموضوع، او ان انا باخد اوردر، او ان انا باخد قرار ديسيجن عشان اطور الناس اللي حواليا يكونوا موجودين معايا بشكل اساسي. تمام. بس احنا قلنا ان السيشن دي مبنيه على مبادئ اساسيه من ضمنها هي القرارات. انا ببني قراري كليدر وببني قراري كقائد للفريق التطوعي بناء على مبادئ مش مزاجيات. انا النهارده مزاجي حلو فانا هرقي فلان واطور فلان، وانا هطرد النهارده فلان مش عاجبني، او ان انا شايف الحاجه الفلانيه دي بتخدم مصالحي فانا هحط الجول عشان يخدم مصلحتي انا الشخصيه. لا، انا ليدر يحكمني مبادئ اساسيه، قائد يحكمني مبادئ اساسيه، المبادئ دي انا اللي بتحرك بناء عليها، وانا اللي بروح بقول دي تنفع للمكان ده ولا لا بناء على المبادئ رقم واحد، بناء على المان باور بتاعي او الامكانيه بتاعت الافراد او المتطوعين او الفريق بتاعي. دي نقطه محوريه اساسيه برضو هنحطها في النوت بتاعتنا اللي احنا بنكتب فيها من الاول. خلي بالكم النوت دي احنا هنحتاجها في الاخر، يعني انا احب الناس تكون مجهزه النوتس لان احنا هنحتاجها في الاخر كتير جدا جدا. نتكلم في انواع القرارات. عندنا قرارات نوعين بشكل اساسي، القرارات المبرمجه اللي هي التلقائيه الروتينيه جدا، مجرد ان هي بنقول وفلان تابع، فلان نفذ، فلان اتصرف، فدي محتاجة لها إشراف، حاجة داخلية محتاجة لها حد بيشرف عليها وينتهي. لكن إحنا عندنا في النقطة الثانية بقى، ودي للناس اللي هم فعلا بقى أصحاب الرؤى الأساسيين اللي هم فعلا قرارهم بيكون فعال وهي قرارات غير مبرمجة. ناخد مثال، أنا النهاردة حصل عندي دروب في السيشن الفلانية، مين هيقرر إن السيشن تتكنسل أو تأجل أو كده؟ الشخص المسؤول الكبير، تمام، هو اللي يدي الدروب أو كده. طيب أنا النهاردة عندي انترفيوز اتش ار، فيا فلان خد الاتش ار دي، خد الانترفيو دي وكمل متابعه بيها. فهي مجرد توزيع مهام بالتفويض عن طريق الاشراف بشكل اساسي. واضح النقطه؟ واضح الفرق ما بين الاثنين؟ اعتقد الدنيا سهله وبسيطه، لسه بنتكلم ما سيبناش في كتير. لكن عشان اصنع القرار ما عندي كذا مشكله اساسيه او كذا نقطه اساسيه لازم اخدها بالترتيب، ما ينفعش ان انا اتخطى نقطه عن الثانيه عشان ما الاقيش في جاب كبير بالنسبه لي واقدر ان انا اتحرك بشكل كويس وقراري يكون فعال بشكل اساسي. اول نقطه انا باخد القرار عشان احدد او اشوف ايه المعضله بالنسبه لي. ده رقم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قدامي مشكله لازم امسك طرف الخيط زي ما بيقولوا. انا عندي المشكله اسمها 1 2 3 4 بنعمل فيها 1 2 3 4، دي المشكله. عارفه النقطه؟ انا بالنسبه لي دي المشكله. شفت المشكله وخلاص حطيت ايدي عليها فعلا وحطيت ايدي على السبب الفعلي مش الاعراض، تمام، وركز قوي لان في ناس بتحل الاعراض اللي من فوق. انا فلان زعلان واتضايق، انا خلاص رضيت ورجعته، طب يا فرحه هو ايه اللي طلعه اصلا؟ ايه السبب الاساسي بتاعه؟ ان انا عندي ديفكت في توزيع الافراد، ان انا عندي ديفكت في توزيع التايم بلان، وهكذا. فانا لازم احدد السبب الرئيسي للمشكله. ده رقم واحد. رقم اثنين، بفرش قدامي سلسله من الحلول اللي هي البدائل.
بشوف قدامي الحل ده ينفع، الحل ده ينفع لو نقلته ينفع للمكان الفلاني، او ان انا حطيت له تايم بلان، تايم لاين معين صغير او طويل اطول من اللي فات، ان انا حطيت له مثلا هيد اتش ار مش عارف ايه الكلام ده كله، ابقى انا فرشت كذا حل قدامي ان انا اخد القرار في النقطه دي. النقطه اللي بعدها ان انا اقيم كل حل بالنسبه لي هيمشي هيبقى ماشي ازاي. خلاص عملت الثلاثه دول، اختار هبيك اب، هرتب من اول مثلا القرار الاول او الحل الاول ده فعال عن الثاني عن الثالث، برتبهم كده في سلسله ورا بعض. خدت الاول، هل هو كان مناسب؟ اه لا مناسب، اكمل وابدا تقييم لي. مش مناسب، او مراجع بكل بساطه الدنيا وانا لسه في بر الامان لما اجي اطبقه، لما اجي اطبقه في دماغي. انا طبعا لسه ما خدتش القرار الاخير، تمام، انا لسه قبل ما اقول للناس يقول يا جماعه انا قراري كذا، انا بقول ان انا الديسيجن بتاعي ده انا اخترته عشان 1 2 3 حل مشكله فلانيه بالشكل الفلاني، وكان قراري مبرهن على 1 2 3 4 هيحقق لي نتائج 1 2 3 4 تمام وزي الفل، اتوكل على الله. مش تمام، نرجع نجيب اللوب الاساسيه ان انا ابدا احدد المشكله. اصلا ممكن يكون عندي دروب ويكون عندي حاجه مش واضحه لي او حاجه مش اساسيه بالنسبه لي. بس ده هيدينا سؤال مهم برضه، يعني خلاص انا جامد وبصنع قرارات وبدي وبقول اوردر للناس ويلا بينا يلا مش عارف ايه يا جماعه يلا توكلنا على الله. طيب انا عندي ايرور، في معوقات هتيجي قدامي، بس قبل المعوقات دي لازم الاول ان انا اشوف حاجه اسمها مبدا صناعه او مبدا تقييم المخاطر. هل حد عنده معلومه يعني ايه صناعه تقييم المخاطر؟ ها عمك اتفضل. تمام، هو الفكره يعني موضوع الاسسمنت بالنسبه للريسك هو على حسب، يعني انا مثلا هل بخاطر تحتيه مثلا بمثلا فلوس معينه هتبقى هي الريسك، ولا الريسك هيبقى في مجهود، ولا الريسك مثلا بالنسبه لي هيكون مثلا انا هضطر ان انا اروح لتطويل او ده ما نفعش هيكون اطول وهيكلفني وقت اطول وانا الوقت اللي معايا مثلا او متاح مش كتير. فنقدر نقول على حسب نوع الريسك نفسه انا اقدر اقيم الوضع يعني، وعلى حسب انا الحاجه دي بتمثل لي اهميه قد ايه، فهيمثل عليا الموضوع ده او هيعمل لي ريفليكشن او انعكاس عليا انا ان هو ممكن الحاجه دي تجيبني الارض مره واحده لو انا خاطرت فيها، بس بالنسبه لشخص تاني لو جرب نفس اللي انا جربته ممكن ما تاثرش عليه لان هو مش عامل قوي يعني كروشال او عامل اساسي بالنسبه له يعني. عظيم عظيم جدا جدا ما شاء الله، شكرا يا محمد. حلو جدا. مين المعلومه؟ بس قبل ما تقول يا صلاح، في بسنت كانت رافعه ايديها، فبس استاذنك تعمل ريس هاند عشان ما انساش. بس انه لما يبقى عندي اكتر من مشكله احاول اختار اعمل تقييم واحاول اختار الاقل في الضرر فيهم. الاقل في الضرر، حلو قوي. تمام شكرا يا بسنت. صلاح بعد كده الشباب اللي هيشارك هيعرف باسمه والفريق بتاعه بس هو اسمه. تمام صلاح، صح الرفع ده صلاح انا عارف، هرجع لك بعد صلاح على طول. بسيط صلاح. من فين؟ فريق ايه؟ ريس. تمام، يا اهلا يا اهلا. اهلا بك. هي عمليه مستمره، الهدف منها انك انت تحاول تعرف جميع المخاطر اللي حتصير وانك تحاول تتجنبها او انك تدرسها بحيث انك تبعد عنها. هي هيك باختصار يعني. حلو، جميل جميل، اللي هي العمليه المستمره. حلوه الاجابه، شكرا يا صلاح. يوسف، سحر اسف، سحر الاول بعد كده يوسف. تمام، هو يمكن مش احسن حاجه في الحته دي، بس انا برضه اقول لدماغي، هو دايما لما بنيجي مثلا نحط بلان بيبقى فيه بند كده بيبقى اللي هو الريسك مانجمنت، بنبدا نتوقع ايه المخاطر اللي ممكن تقابلنا، سواء بقى كان في اداره الطلاب او في عموما لو احنا هنعمل حاجه، بنبدا نتوقع ايه هو الريسك اللي احنا ممكن نقابله ونقسمهم درجات، اللي هو الحاجات العاديه اللي احنا ممكن نتعامل معاها وبنبدا نحط لها حلول، حاجات ممكن يكون فيها ضرر مادي او ضرر بالمكان نفسه بنبدا نحط لها بلان بي، وبنبدا نحط لها برضه حلول ثانيه، وحاجات قويه ممكن ما نقدرش ان احنا نتحملها قوي فبنبدا نحطها على اساسها ان احنا نبعد عن المسببات للخطر ده. حلو جدا، كالعاده اجابه مجمله جميله جدا، شكرا يا سحر. لحد دلوقتي انت واخده رانك رقم 1 في السيشن ما شاء الله. طيب يوسف. شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يوسف صابر، فريق الرواد. كنت عاوز اقول ان الريسك دايما لازم كقائد او كليدر في اي تيم لازم دايما ابقى حاطط له احتمال، لازم احطه في اعتباري، وبرضه لازم ان انا لو حتى لو هاخد الريسك هقيمه من وجهة نظري كقائد، وفي نفس الوقت اعرضه على الشباب الموجودين معايا الليدرز، على اساس برضه اكيد هشجعوني ان انا اقدر اخد الريسك ده او لا. انا شايف كده. وصلت فعلا. احنا خلينا نكون متفقين ان اجاباتكم تقريبا يعتبر حاجه في قمه الجمال، عشان ان انا اخد ريسك انا لازم اقيمه، لازم احلله، اشوفه هينفع معايا ولا لا، هشوف اعرف اتفاداه ازاي واعرضه في الاخر على الليدر بتاعي او الناس المسؤولين بتوعي شكلهم عامل ازاي. بتتم عن طريق وسائل كتيره، ضعف، فرص، تهديدات. تمام. الحاجه دي كل السوات اناليسيس ده انا بقدر اخرج منه بلان، بقدر اخرج منه جولز، بقدر اخرج منه اوبجكتيفز، كي بي ايز، تقييم مخاطر، كل حاجه. تمام. زي ما قلنا مصفوف تقييم المخاطر سوات اناليسيس، وفي حاجه اسمها بيستل اناليسيس بتخليني اتفادى حاجه زي كده. تقييم المخاطر ده بيساعدني ان انا اتجنب اخد قرار معين بالشكل الفلاني، او ان انا اقدر اتحرك بشكل خاطئ مثلا في الاتجاه الفلاني، وهكذا. لما اجي اتكلم واقول معوقات صنع القرار هتبقى بديهيه جدا، عشان هي بديهيه فانا هقولها بشكل سريع، ان انا ما يكونش عندي معلومات كافيه، ما يكونش حاطط بلان اساسيه، يكون المان باور عندي واقع، يكون ان انا اصلا متردد ما بعرفش اخد قرار، انه انا المفروض القرار ده يتاخد بشكل فردي وانا اخدته بشكل جماعي، ان القرار ده المفروض يتاخد مثلا بفوت للبورد انا اخدته بشكل فردي، وهكذا. دي تكون المعوقات الاساسيه لينا في اي مكان عشان اقدر اخد ديسيجن كويس، مكان كويس، حته كويسه اقدر اتصرف فيه بشكل صحيح. جميل جدا. عرفنا الاستراتيجيه، عرفنا مين المتطوعين، حطينا الهيكل، صنعنا القرارات، يلا بقى نبدا توزيع المهام. خلاص بقى دلوقتي جه وقت الشغل، انا ماشي معايا استراكشر واضح، بلان اساسي. قبل ما ابدا فيه بس عندي نقطه اساسيه جدا، ان انا في نشاط تطوعي. قبل ما اتحرك واسال السؤال اللي جاي يركزوا في الصوره دي كويس جدا، انا في نشاط تطوعي ما بديش مقابل، انا مش في شركه، انا مش في مؤسسه، انا في فريق تطوعي مبادر الناس فيه بتحاول تتخطى او تتفادى الوقت بشكل اساسي. بصوا الصوره دي كويس جدا، عندنا في كواليتي وفي كوانتيتي. الصوره ما تغركمش، انا حابب تقولوا لي ايه الافضل، اركز على الكواليتي ولا الكوانتيتي؟ الو، انا من فريق القصر. الو جدا، اهلا يا منى. الصوت واضح كده؟ اه تمام. عشان هي بالظبط الاثنين مهمين، ما اقدرش اجي على حاجه على حساب حاجه. يعني انا لو عندي كواليتي عاليه جدا بس العدد قليل فانا يعني مش هتوضح، مش هتبقى واضحه اصلا، والعكس برضو لو انا عندي عدد وما فيش اصلا جوده او حاجه، مجرد عدد وخلاص، ففي الحالتين هيسبب فشل التيم. فانا من رايي ان احنا المفروض نعمل بالانس من الاثنين، ما فيش حاجه تبقى اكتر، يعني اراعي الاثنين في الاول. يعني هبتدي اوازن الموضوع مع بدايه التيم وتطوره. التطور ده هيكون يعني في الاول مش هقدر اعمل بالانس بالظبط قوي، بس مع تطور التيم هقدر اعمل ده، هيكون ابسط لان هيكون اتعرفت والماركتنج عالي جامد للفريق بتاعي، فهيبتدي الموضوع هيبقى واضح. الكوانتيتي هيجي قدام يعني اكتر مع العدد ومع الشهره والناس تعرف التيم مثلا او كده، فالعدد اوريدي هيزيد. لكن اللي هيخلي العدد يزيد اصلا ان انا يكون عندي كواليتي كويسه، ما هي لو مش كويسه مش هيزيد اصلا العدد. جميل جميل، حلوه المشاركه دي يا من. خلونا نضرب مثال. طبعا انتوا جربتوا مطاعم الاكل السريع صح؟ المطعم لما بيفتح جديد بيبقى شكله عامل ازاي؟ هو ده مش تطوعي طبعا، بس نضرب مثال، يبقى الاكل فيه اجمد اكل ممكن تدوقه في حياتك. ليه؟ ما حد سال نفسه سؤال ليه؟ بيركز لك على الكواليتي وهو فرع واحد، عشان خلاص يربطك بيه، يربطك بالمكان بكل التفصيله فيه، من اول ما تخش المكان لحد ما تاكل لحد ما تدفع الفاتوره وانت ماشي. عشان انت بعد كده لما يفتح فرع تاني، هو بنى زبون، بنى حاجه ما بين الكاستمر، عمل له نيد اساسي بقى يقدر يجيله. لما بقى يبدا ينتشر الكوانتيتي بتبدا تزيد، الكواليتي بتبدا تقل، وهكذا. بس هو في الاول والاخر بمعنى اللي احنا بنقوله جرجرك في الاول، هو مجرد انه جرجرك، فبالتالي انت خلاص بقيت زبون دائم بالنسبه له، وبقى هو بيعول عليك. هو لما يفتح في اماكن كتير هيبقى متاكد ان انت هترشح المكان بتاعه لواحد او اثنين او ثلاثه من اصحابه، وهكذا. فاحنا لازم كنشاط تطوعي نوازن ايه الحاجه اللي تنفع اركز فيها كواليتي، زي ان انا مثلا هقدم بروجكت اونلاين، فيديو ديزاين، كلام من ده، الحاجات اللي بتحتاج كواليتي، والحاجات اللي احنا بنحتاج فيها كوانتيتي،
ان انا هسلم مثلا 1000 بروشور 2000 بروشور وانا شغال، فانا محتاج في دي كوانتيتي اكتر من انها كواليتي. واضحه النقطه؟ ان شاء الله تكون واضحه. عندنا عشان ادي قرار او ان انا اوزع مهام على الاشخاص عندي حاجتين، اوردر او ريكويست. اكيد طبعا كلنا سمعنا الكلام ده كله من اي حد بشكل اساسي، بس انا احتاج كده حد يشاركني ويقول لي ايه الفرق ما بين الاوردر وما بين الريكويست، ما بين الامر وما بين الطلب. انت استخدم ده وانت استخدم ده. ممكن اجاوب؟ وائل ولا اللي يرفع ايده؟ طيب هو اللي يرفع ايده بس انت سبقت يعني. طب تمام معلش. الطلب طلب وائل جمعه فريق مع تمام جدا. اهلا يا وائل. الطلب دايما استخدمه في اول كل فعل شيء، يعني استخدمه في الاول كده بحس ان انا ايه ما ادخلش على يعني ما ابداش مع الفريق معايا بامر، لا انا اتعامل معاهم بطلب في الاول دايما. لقيت ان في تقصير او حسيت ان هيبقى في تقصير، لا هنا هيبقى في امر باتي وفي نقاشات تانية باتي فيها بعض من الحد اللي هي الامر يعني. بس هو الفرق ما بين الاوردر والريكوست ان الاوردر هو شيء غير قابل للنقاش اصلا، انا اديت مثلا تاسك معين فدوت غير قابل للنقاش، اما الطلب فممكن يكون في نوع من النقاش ما او ممكن يقولوا رايهم في حاجه زي كده لو انا هطلب منهم حاجه زي تاسك معين او حاجه زي كده. طريقه الاستخدام بقى هو انا بوازن ما بين الاثنين بحيث ان انا ما اكونش الشخص الشديد قوي في التعامل فالناس تخرج، او متساهل قوي فكل حاجه بطلبها عملوها ما عملوهاش لا، فالدنيا تبقى متسايبه فتبوظ، فلازم يكون في توازن ما بين التعامل ما بين الاثنين. انا جهاد من فريق القاده. تمام الحمد لله والسلام فريق القاده. تمام انا كنت عايزه اقول ان الاوردر هو شيء فورمال، الطلب يعني بيخلق بيئه وديه كده من انه ان احنا مثلا على يعني يعني على وجه سواء وان احنا بنحقق هدف واحد، فحاجه زي محتاج رايك ان انت تكلمني اللي هو ان انا بطلب منك حاجه، ان هو مش حاجه استريكت ان انت تعملها لو ما عملتهاش خلاص انت اوت وكده، لا احنا زي ما قلنا تيم بنحقق هدف واحد وكلنا عايزين نفس المصلحه، فالريكوست بيخلق بيها ودي. طبعا ده مش معناه ان نلغي الاوردر، لا بما اننا بنينا الفريق سوا فده معناه ان الفريق اللي معايا عارف ايه الفرق بين الاوردر وايه الفرق بين الريكوست، والاوردرز دي حاجات اساسيه موجوده وموجوده في الفريم ورك بتاعهم او الجوب ديسكريبشن، عارفين الاوردرز المطلوبه منهم ايه او الجولز والاوردرز اللي بتتضمنها، والريكوست بيكون بصوره وديه برضه. تمام جدا شكرا يا جهاد. انا عاوزكم تفتكروا الاجابات دي كويس جدا لان احنا نحتاجها قدام لما نيجي نتكلم عن امتى الليدر نفسه يتدخل اصلا، هنا هتبان الدنيا هتبقى واضحه بالنسبه لنا بشكل اكتر. يعني انا مش هتكلم في الكونسيبت ده اساسا ايه الفرق بين الاوردر والريكوست الا لما نيجي النقطه بتاعتها قدام امتى الليدر يتدخل، ساعتها هنعرف كويس جدا ايه الفرق بين الاوردر وايه الفرق بين الريكوست.